السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني ومشاهديني الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا كنت نزلت لكم ريفيو للناس اللي لسه ما شافتوش، ان شاء الله هتلاقوني سايباه لكم في شاشة النهاية. كملوا معايا الفيديو الاخر وان شاء الله هتستفيدوا جدا. الريفيو النهاردة هوريكم كل الحاجات زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات، ان انا هوريكم الحاجات اللي انا جبتها من المحل الحلو جدا الرائع جدا. هقول لكم برضو العنوان بتاعه، وهتلاقوني في صندوق الوصف ان شاء الله سايبالكم العنوان بالتفصيل ورقم تليفون المحل. المحل ده هو محلين بيبيعوا كل مستلزمات الحلواني، كل اللي تفكري فيه وتحلمي بيه. عايزة تعملي تورتة لسه مبتدئة محترفة وعاملة مشروع بتعملي تورت، كل حاجة هتلاقيها في المحل ده. المحل ده موجود في فيصل في محطة التعاون قدام مطعم ابو شنب، الناصية بتاعت محل اسمه مزاجك كافيه، تقريبا كافيه اسمه مزاجك. هسيب لكم برضو رقم التليفون وان شاء الله تستفيدوا من الريفيو. وزي ما وعدتكم هوريكم كل الحاجات اللي انا جبتها، اولا عشان بجهز عيد ميلاد جوجو. ان شاء الله كل الحاجات الحلويات هتشوفوها في قناتي التانية، هسيب لكم برضو الرابط بتاعها في صندوق الوصف عشان تتابعوني فيها. كل الوصفات، الكب كيك والطرط والحلويات والكيكات وكل حاجة تتخيلوها ان شاء الله هتلاقوها في القناة التانية. يلا بقى نبدأ الريفيو سريعا سريعا، انا هديكم نظرة سريعة كده ووريكم الحاجات اللي انا جبتها بالتفصيل وبالاسعار. كملوا معايا الفيديو الاخر وان شاء الله هتستفيدوا جدا. بصوا بقى يا حلوين، الناس اللي شافت الريفيو اللي فات زي ما قلتلكم ان المحل حلو جدا رائع بصراحة، في كل حاجة الناس بتدور عليها ومش عارفة هي فين. هقول لكم دلوقتي الأسعار بالحاجات اللي أنا جبتها. هنبتدي بالأدوات اللي هي بتزين الكيك. بصوا شايفين دي الشوكولاتة اللي هي بألوان مختلفة، طبعا في هناك ألوان كتير جدا وأحجام كتير جدا أهو. دول تقريبا ده كان ب20 وده ب15، تمام. دي كمان اللي هي البودرة اللي هي الزجاجية، الالوان اللي بتدي حلوة قوي. بصوا هوريكم برضو اهي، بصوا جميلة ولونها حلو ازاي، بتدي لمعة، بيبقى سكر ملون كده، هو بيبقى عامل بيقولوا عليه بودرة. بصوا سيبكم من المسميات، هو زي سكر ملون كده حلوة قوي، تمام. دي زي ما اتفقنا الواحدة ب15 جنيه، ودول دي تقريبا ب20 او ب15 برضو، بس هو يا ب20 يا ب15، ودول ده الواحد ب15، تمام. ادي ايه دول، خلصنا منهم نركنهم على جنب. من برضو الزينة بتاعت التورتة دي الوردات الجميلة دي اللي هي من عجينة السكر، يعني بيتاكلوا اهم. بصوا شايفين جمالهم، حلوة قوي 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 بصراحة، بتدي للتورتاية فخامة لو انت عاملة اوردرات او كده، او زي ام وعايزة تفرح بنوتتها او ابنها وتعمل تورتاية بشكل احلى من بره كمان. الطقم ده ب20 جنيه الطبق، وفي كمان ان انت تقدري تجيب اللون هو نفس اللون يبقى كلهم. بس انا بصراحة هو مشكورا استاذ محمود، انا قلت له عايزة كذا لون فراح هو حاطط لي كذا لون، يعني الاطباق فيه الموف بس، الاصفر بس، البينك بس كده اهو. ده ب20 جنيه، دي الوردات بتاعت ايه عجينة السكر. نبتدي ايه كمان، بصوا دي هوريكم بس الاشكال على الطبيعة، اللي هي بتاعت الكب كيك الوانها حلوة قوي. بصوا انا جبت الشكل ده جميلة، تقريبا فيها 40 او 50 كب كيك. بصوا الاشكال دي حلوة جدا، بصوا الجمال شيك قوي قوي، جميلة وتخلي الكب كيك شكله حلو جدا. وجبت كمان شكل تاني فين، اهو بصوا ده جمال كمان شيك قوي. هما كلهم ب15 جنيه بس بتختلف في عدد الكب كيك اهي. بصوا الجميل حلو قوي، يعني تخلي الكب كيك بصراحة شكله شيك جدا. ماشي، ادي دول اهم التلات اشكال للكب كيك. ان شاء الله اللي عايز يشوف الطرق بتاعت الكب كيك سواء الشوكولات او الفانيليا او الالوان،
ان شاء الله هتلاقوها في قناتي التانية، هسيبها لكم الرابط في صندوق الوصف. نشيل بقى الحاجات دي، ندخل برضو في الاكل. دي زبدة اللوتس يا جماعة اللي كلنا بندوخ عليها. عشان تجيبي كنافة بزبدة اللوتس او تشيز كيك بزبدة اللوتس بتبقى غالية جدا جدا جدا. ما بتلاقيهاش في كارفور ولا بتلاقيها في اي سوبر ماركت، بيبقى موجود زبدة الفول السوداني بس. اللي انتوا شايفينها دي السايبة، اللي شاف منكم الريفيو الاولاني في منها اللي هي في العلبة بس غالية بصراحة شوية، فانا جبت دول بخمسين جنيه. ده ربع كيلو، العلبة التانية فيها نص كيلو بمية جنيه وفي احجام اكبر كمان. فدي نفس الماركة اللي هي المعلبة بس كانت في بطرمانات كبيرة كده، فهو ايه بيقسم منها بربع الربع كيلو. فدي زبدة اللوتس، وده كمان دي نفس الماركة بتاعة الزبدة دي يا جماعة. دي اهو بسكويت اللوتس اللي انتوا كلكم بنسأل عليه علشان تعملي منه تشيز كيك رهيبة جميلة جدا. انا جبت ده والله تقريبا ب45 يعني، او والله مش فاكرة سعره قوي، معلش 45 35 مش فاكرة. هو ده في احجام اكبر من كده بس انا جبت اللي هو ده، لان انت بتستخدمي في التزيين، اللي منكم يعرف زبدة اللوتس بتستخدمي 2 أو 3 للتزيين بس مش اكتر. تمام، دي نشيلهم بقى على جنب. بصوا بقى اللي بعشقها، انا من عشاق التشيز كيك اساسا يا جماعة، وانا عملت لكم اصناف كتير جدا. بصوا دي، ده صوص الكريز. كل اللي انا بوريه لكم ده اللي انتوا بتشتروه من محلات الحلواني او اي محلات مشهوره بالبيع الحلويات بتبقى غاليه جدا. هو ده المكان يا المحل اللي هو بتاع منتجات الحلويات ده، او ايه استخدامات الحلويات اللي هو بيبيع كل حاجه بتاعت الحلويات، هو بيبيع لهم، هم بيجوا يشتروا من عنده. ده صوص الكريز ده ب50 جنيه برضو. تمام، اللي هو معرفش كمية دي قد ايه، نسيبها برضو على جنب. بصوا دي جبنة برضو، انا كل اللي انا بوريه لكم ده يا جماعة هو عنده الماركات، يعني كل اللي انا بوريه لكم ده ماركات بس بتبقى في احجام كبيرة، فهو بيحطها ايه بيوزعها سايب عشان طبعا سعره يبقى حلو ومناسب شوية. دي جبنة كريمي للتشيز كيك رائعة مش مملحة، اشبه بطعم الجبنه الفيلادلفيا، انا مش بلاقيها في كارفور ولا في اي سوبر ماركت. فدي حلوه جدا برضو ب35 تقريبا، ده ربع كيلو. تمام، ده بقى محسن الجل ربع كيلو برضو، الربع كيلو برضو ب35 تقريبا، 35 هو الكيلو ب85 جنيه، يبقى ده بكام؟ والله مش فاكره. هو ده برضو محسن جل اللي هو بيعمل الكيك السبونج. تمام، خلاص خلصنا من كل ده. نيجي عند الالوان، برضو اللي شاف الريفيو هيشوف الالوان. انا جبت اللون اللي هو البيربل ده واللون الاخضر واللون الاصفر، دي الالوان اللي كانت ناقصاني. انا عندي بقيه الالوان. اللون ب10 جنيه، دي الوان غذائيه اللي انتوا كنتوا بتسالوا عليها في الوصفات، برضو بتتباع هناك، بتتباع بره اغلى من كده. فدي الالوان الغذائيه اللي هي بتدي لون وما بتديش طعم. خلصنا بقى من الحاجات دي كلها، اشيلهم وارجع لكم على طول عشان نشوف بقى. استنوا لسه في حاجه كمان من الاكلات. دي كريمه لباني ب60 جنيه اللتر، الماركه دي حلوه جدا جدا جدا. طبعا كلكم عارفين ان انت عشان تجيبي الكريمه الحلويات المراعي او جهينه افضل نوعين بره او المتوفرين، يعني في نوع فرنساوي وفي نوع كده، طبعا بما اننا يعني عاملين مقاطعه فالنوع ده حلو جدا جدا ب60 جنيه، سعره حلو جدا. بره بتتباع ب90 وب98 جنيه. تمام، فدي ايه هناك، وزي ما قلت لكم في الريفيو الاولاني في هناك دكتور اوتكر تقريبا، ماركه حلوه جدا برضو، بتتباع الكيلو ونص ب140 جنيه، فيها توفير يعني هيقف عليك اللتر ب45 جنيه، بس انا طبعا عشان مش عايزه كل الكميه دي فانا جبت اللتر ده ب60. وده كمان بصوا زي ما احنا شايفين كريم شانتيه خام اللي هو المتحدة. كلنا طبعا الناس اللي بتستخدم الحلويات عارفة ان شركة المتحدة احلى شركة في الكريم شانتيه السايب. الكيلو ب85 جنيه كريم شانتيه السايب، انا جايبة نص كيلو. برضو حلو جدا جدا هناك. خلاص خلصنا بقى اللي هي الحاجات بتاعة الاكل، اشيلهم وندخل بقى على بقية الطلبات.
هندخل بقى دلوقتي على الحاجات اللي هي بتاعت الزينه شويه. عنده جبت من عنده اللي هو الـ البالونه اللي هي بالحروف، في طبعا لون بينك ونازلين جداد ولون ازرق، وفي اللي هو السيلفر والجولد اللي هو الذهبي والفضي. انا جبت طبعا نمبر 5 عشان جرمين بنوتي الصغيره حبيبه مامي، ان شاء الله هتتم 5 سنين، ولولا بقى كل سنه وانت طيبه. فانا جبت اللي هي البالونه، في منها هيليوم وعادي، الهيليوم ب 50 جنيه والعادي ب 25، تمام؟ جبت برضو دي اشكال حلوه قوي تتحط في ال، هفتحها لكم برضو كده اوريكم، اللي هي تتحط ايه في التورتايه من باب التزيين. بص عشان هي بتحب الشخصيه دي جدا، مش فاكره اسمها ايه دي يا جوجو؟ آنا. آنا اسمها آنا في الكرتون اهي. ففي اشكال هناك كتير حلوه جدا اولاد وبنات. دي تقريبا ب 15 جنيه اللي هي البتاع الصور دي. هندخل ايه تاني كمان؟ طبعا عنده بقى اللي هي التراتير ب 5 جنيه الواحد، وعنده بصوا كمان شكل النضاره الورق دي حلوه قوي، دي ب 5 جنيه برده شكلها حلو جدا. عنده هناك اقنعه وحاجات وزينه وحاجات كتير جدا، كل حاجه بتاعت العيد ميلاد موجوده هناك. اي حد بيجهز لعيد ميلاد يا جماعه او بيجهز ل اللي هو السبوع ويوم الناس كتير بقت تحتفل باليوم الولاده، فكل ده موجود عنده هناك. نسيب بقى التزيين وندخل بقى ايه على حاجات التقيله. دلوقتي ناس كتير قوي كانت بتسال على الحله المخصوصه بتاعت الكيك الاسبونج، شايفين الارتفاع بتاعها ما شاء الله ازاي تقيله حلوه جدا. دي مقاس 26، دي سعرها 90 جنيه ماشي. في مقاسات اصغر كمان، في بقى ب 85 و75، وفي واحده اكبر من دي بس انا قلت دي حلوه، مش فاكره ب 95 تقريبا، يعني فرق 5 جنيه. فدي الحله اللي انتوا كلكم كنتوا بتسالوا عليها، وحابه اقول للناس احسن نوع او خامه تعملي فيها الكيك هي الالومنيوم. التيفال والسيليكون كل ده مش حلو، لان الالومنيوم موزع جيد للحراره فرائع، عشان كده هم بيعملوا الكيكه بتاعت الاسبونج بتبقى في الصواني الالومنيوم. فدي زي ما انا قلت لكم ب 90 جنيه. بصوا ده اللي هو التسويه الاسطح، مش فاكره اسمه سكرايبرز تقريبا، سكرايبر، سكرايبر كيك، سكرايبر، هفتحه لكم برضو. ده اللي هو ايه بتوزعه بالكريم شانتي وتقدروا تعملوا بيه اشكال. اهو بصوا دي الاشكال بتاعته اهي، دي اللي هي بقى انت بتمشي كده وبتساوي، عايزه بقى تعملي اللي هي ايه الاشكال الزجزاج الواسعه والاشكال الزجزاج الضيقه، بتفضلي بقى ماشيه كده مع الكريم شانتيه، وهنا علشان تساوي الكريم شانتيه بمقاسات واحجام مختلفه. حلو جدا وبعدين جميل قوي. بصوا الجزء اللي هو المدور ده لما تيجي تنزلي العجينه، عارفين العجينه بعد ما بنحطها علشان تتخمر، فتيجي بقى تنزليه بيبقى شويه سنه ملزقه من تحت، فايه دي بتلم العجينه حلوه جدا اهي باحجام مختلفه. دي سعرها كام؟ بصوا هي باين كانت ب 25 حاجه كده، 25 يا 35 بس اعتقد 35 تقريبا، دول اللي هم اربعه. في بقى الناس اللي عايزه تشوف بقيه الانواع شوفوها بقى في الريفيو الاولاني، ان شاء الله سيبها لكم في صندوق الوصفه. دي اللي هي السكرايبر، في كمان انا كنت جايبه وعملت لكم ريفيو قبل كده على اللي هي اسمها ايه المكنه بتاعت البسكويت والبتيفور والمكنه كذا مكنه تانية، فانا وريتكم الكيس ده احلى كيس ممكن تجيبوه للحلواني. ده قماش شايفين ده الحجم بتاعه حلو، انا جايبه اكبر مقاس بحاجه و60 جنيه، كان ب 65 تقريبا، ده ب 35 بكام؟ ب 40 اهو سعره مكتوب عليه ب 40. في اصغر منه ب 35 وفي اكبر بقى لحد 65 جنيه. ده رائع بقى ولا يتقطع ولا الكلام ده، رائع بجد وحلو جدا للبيتيفور والبسكويت ما بيتقطعش نهائي. انا عندي جميع انواع البلابل بس كان ناقصني اللي هي بتاعت الورده، فدي ب 25 جنيه، لا دي ب 20، كان في ستلس عن كده اكبر كبيره قوي بقى ما حبيتهاش بصراحه. دي البلبله، جميع انواع البلابل موجوده هناك بجميع الاحكام الاحجام.
برضو تقدروا تشوفوها، تشوفوا في الريفيو وايه، وهتعرفوا كل اللي انا بقول لكم عليه ده. معلش انا تايهه بس شويه. بصوا دي القطاعه اللي هي بتاعت الدوناتس، دي تقريبا كانت ب 15 او ب 20 تقريبا، يعني مش غاليه، اللي هي القطاعه بتاعت الدوناتس، بتقطع لك بقى الدوناتس على طول، وبتعمل بقى اللي هو الايه الفراغ ده على طول سريع بقى. الجميله دي السكينه دي ب 40 جنيه، في منها الكبيره ب 60، بس انا ما حبيتش الكبيره، يعني قلت هي دي حلوه. السكينه دي جميله، بصوا بقى اللي هي ايه بتساوي بقى بيها الطبقات الكيك والحاجات دي كلها. انتظروا مني بقى ايه ان شاء الله التورت اللي انا هعملها قريب، والتورت اللي انا عملتها قبل كده. بس الحاجات دي بقى بصراحه بتسهل عليكي جدا، سواء انت محترفه او عامله مشروع تورت والكلام ده، او انت هاويه وبتحبي تعملي حاجه في البيت زي كده، الحاجات دي بتسهل عليكي جدا، احسن من السكينه العاديه. دي ب 40 جنيه. الرائع ده، بصوا هتقولوا لي ده ايه، هقول لكم ده المنشار. المنشار ده بقى اللي بيعمل ايه يا جماعه، بصوا شايفين الكيكه اللي هي الطبقات دي، هو بيقطع الطبقات دي ايه بسهوله جدا جدا، بتظبطي انت. بصوا هنا في يعني مقياس، بتقدري ترفعي الخط اللي هو السلك ده ايه حسب المقاس اللي انت عايزاه. طريقه استخدامه ان شاء الله ان شاء الله تابعوني وهتشوفوني وانا بستخدمه. بصراحه بيسهل، بدل ما تقعدي بقى تقطعي الطبقات دي وتلاقي حته طالعه وحته نازله، لا هو بسرعه جدا بيقطعها. ده سعره 75 جنيه. ماشي، ايه تاني؟ بصوا بقى الجهاز الجميل ده، حلو قوي 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 الجهاز ده بقى يا حبايب قلبي. عشان تعملوا ايه، انتوا بتحطوا الكيك، هفتح واوريه لكم. بتحطوا الكيك وبصوا بينزل من تحت، لما بتبقوا عايزين تحطوا العجينه بتاعه الكيكه في الكب كيك، تقعدوا بقى ايه، ناس بتحط يعني بالمعلقه، ونقعد نستخدم بقى حاجات كده، فطبعا بيبقى فيه لغواصه وبهدله، ويقعد يجي بقى على صينيه الكب كيك وقرف. فلا هو بصوا انتوا بقى يا جماعه بتملوا الكميه هنا. الحلو في المضرب البسيط ده ان هو ايه، انت شايفين الايد دي بتفضلي تضغطي عليها تضغطي عليها، فهو يبتدي ينزل اهو كده، اهو بينزل كده في الكب كيك. بصي تقدري بقى تملي، نفتحه. هو ده كان سعره كام تقريبا؟ ده 95 او 100 تقريبا، بيتهيألي 100 جنيه. الايد وقعت. بصوا اهي، اهو بصوا افتح لكم دي اهي. بصوا ده فيه زي مضرب سلك كده، وهو من جوه، وهو ليه اهو المعيار والفتحه دي اهي. بصوا انتوا بقى بتعملوا كده ويبتدي ينزل، خلاص مليتوا الكب كيك تقفلوا. فبتركبوا بقى دي كده، وبنركب بقى الايد دي كده اهو، شايفين؟ طبعا انت بقى بتبقي ماسكه كده وايه، وتدي تقليبه، كل ما تملي مثلا اتنين تلاته تدي تقليب وتفتح هنا. بس هو ده جميل جدا جدا جدا، ده ب 100 جنيه زي ما قلت لكم. حبيب قلبي بقى اللي ضغط عليه. ضغط للناس اللي كانت متابعاني في قناتي الاساسيه، لما كنت باجي اعمل التورتايه كنت بفضل ايه، اخلي ياسين ابني يفضل يساعدني ويلف لي التورته علشان ازين بقى الحروف وابتدي اغطي التورتايه، لان انا بحب الحلويات وانا من عشاق التورت وبحب اعملها جدا. فكنت بدوخ بقى وانا جايه ايه بعمل كده. ده ايه بقى؟ الطبق الدوار. الطبق الدوار مقاس 28 سنتي، تمام؟ هفتحه واوريه لكم. وهناك في قواعد كيك وفي كل حاجه، شوفوا الريفيو الاولاني هتستفيدوا بجد جدا. بصوا اهو اهو، هو ده لما تيجوا تجيبوا ما تجيبوش الا اللي هو القاعده بتاعته عريضه كده، في ناس بتبقى القاعده دي رفيعه بيبقى متعب جدا جدا، دي ما بتنفصلش عن 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 القاعده، تمام؟ هوريكم شكله ايه، هنحط مثلا السكينه عليه كده عشان تحسوا بالموضوع. بصوا بصوا السكينه وقعت اساسا، طب نحط ايه؟ شفتك. نحط مثلا دي، فانتوا بقى بتبتدوا ايه، اهو هو ثابت، طبعا اصلا التورته بتبقى تقيله فهو ثابت بقى، وتفضلوا بقى ايه تزينوا الكيك بالطريقه دي. حلو جدا اهو، نحاول نمسك كده. بصوا
حلو جدا جدا، بيلف بيلف 360 درجة اهو. ده الطبق الدوار تمام. هنيجي بقى اخر حاجة جبتها، دي قاعدة الكيك. قاعدة الكيك بصوا اهي، دي من تحت واهي قاعدة الكيك. طبعا انا جايبة قاعدة كبيرة شوية علشان التورتاية. المقاسات هناك مختلفة جدا، في مقاسات كتير جدا. هو اللون اصفر زاهي قوي، بس هو هنا مش باين قوي يا جماعة، هو لون غامق. انا بحب اللون الاصفر. في هناك جميع الالوان. القاعدة دي ب16 جنيه. بصوا اهي، احنا بقى بنحط التورتاية كده وببتدي ايه، شايفين بقى، شايفين بصوا بيوقع الحاجة. بصوا تفضلي بقى تزيني في التورتاية وانتي بتلفي بالشكل ده. بس يا رب ما اكون طولت عليكم، بس بجد بجد كل حاجه انا شرحتها لكم بالتفصيل وقلت لكم اسعارها. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، وزي ما قلت لكم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هسيب لكم الارقام في صندوق الوصف، واتمنى ان انتوا تتابعوني بقناتي الاساسيه عشان تشوفوا كل الحلويات اللي ان شاء الله هعملها لكم والطرد، ونشوف الحاجات دي واحنا بنستخدمها عامله ازاي وبنستخدمها ازاي. بليز بقى بليز، عايزه لايك 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 للفيديو. واللي ما اشتركش في قناتي اشتركوا وفعلوا الجرس عشان ان شاء الله يوصل لكم مني فيديوهات حلوه جدا هتستفيدوا منها. واشوفكم على خير في فيديو جديد من قناتي انا جيرمين المحلاوي. سلام.